طبعا ده نصب، لا مرضاش. اللي عايز يعمل حاجه زي كده يروح للتهاج المسؤوله اللي هي فاهمه في الحاجات دي، لكن مش اي حد يجي يقول لي مثلا انا هسمع كلامه. ده بينصبوا كتير دلوقتي. اولا لازم اكون عارف الشخص، ثانيا لازم أن يكون في وسيط بيننا عشان لو حصل لي مشكله او حصل له مشكله اعرف اخد حقي او هو يعرف ياخد حقه، غير كده ما وافقش خالص. اوافق لسبب وارفض لسبب، على حسب قرب الشخص ليا، ولو قريب مني واعرفه وليا فيه معرفه اكيد اوافق، بس عكس كده مفيش معرفه ولا اعرفه ولا جاري ولا اي حاجه، لا اكيد هرفض. فكره ان هو ان انا ادفع 1000 واخد 10، لا دي فكره نصب، وما اثقش في اي حد يقول لي كده. الشخص ده لو انا ما اعرفوش اول تعامل بيني وبينه انا هرفض، لان انا ما اعرفوش، تمام؟ حتى لو انا هديه ال 1000 جنيه احتاج ان في ضامن بينا. ما ينفعش ان انا ادي اي حد ما اعرفوش في اي مكان عامه مبلغ عشان هو يديني قصاده حاجه وانا معيش اي ضمان عليه. في اوراق مثلا كاتبه ان انا هديله اللي هو زي كارد من البنك او حاجه، طب انت تعرفني منين؟ ما انا ممكن اكون نصاب. تمام، او انت نصاب مثلا هديك مثلا 1000 او 2000 وفي الاخر تضحك عليا وتسيبني وتمشي. ايه اللي هيضمن لي ان انا لو اديته ال 2000 جنيه هيجيب لي 20؟ اما انا معيش اصلا ال 2000، وحتى لو معايا ايه اللي هيضمن لي؟ طب انا هبقى ازاي محتاج فلوس اصلا وهديك فلوس؟ المفروض لو انا محتاج حاجه اشتري حاجه هروح اشتري الحاجه دي بفلوسي، لو انا معيش فلوس بقى هروح اجيب كارد، فالكارد ده اكيد مش هدفع فلوس عشان اجيب فلوس. اهلا بحضراتكم. طب اغلب الناس اللي اتكلمت في التقرير اللي حضراتكم شفتوه بيتكلموا عمليا على مؤسسات تحت السلم تقرض المواطن، حلو؟ بس خلي بالك انه المساله فيها احيانا ما هو ابعد من ذلك. اولا في حاجات بتبقى بيسموها الفيشنج ايميلز، يجي لك ايميل كده لطيف ظريف يقعد يوعدك انه هيحول لك 3 مليون دولار بس ابعت لي 300 دولار علشان بس اعمل اجراءات، دي طريقه. وفي لينكس بتجيلك على واتساب وكلام من ده برضو، دي طريقه. وفي تلاقي صفحات على فيسبوك يقول لك احصل على قرضك خلال 24 ساعه وبفايده لا تزيد عن 5%، فانت تستغرب ده ايه دول مغارة علي بابا دول، ولا دول ناس طيبين قوي للدرجه دي؟ طب وانا هتعامل معهم ازاي واعرف مين اذا كانوا نصابين ولا حقيقيين ولا ايه القصه؟ خلوني ارحب بضيفنا العزيز الدكتور محمد حمزه، المحاضر المتخصص في جرائم امن المعلومات والامن السيبراني والتحولات الرقميه، ايضا هو مستشار لمكافحه جرائم الفضاء السيبراني باكاديميه AIS. اهلا بيك اولا. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. هبدا الاول بالقصه اللي ممكن يكون بيتعرض لها عدد كبير جدا من الناس عندنا هنا في مصر. تمام. صفحة على الفيسبوك تخش تبص تلاقيه يقول لك ايه قرضك بأسهل طريقة ممكنة خلال 24 ساعة تستلم، وسايب رقم تروح مكلمه، أنا كنت محتاج 100,000، يقول لك وماله 100,000؟ بس هترجعهم 120، تقول له في قد إيه؟ تقول لك 5 سنين. يا جماعة ده كده الفايدة 4 ولا 5%. أيوه حاضر، أنا عايز أجي أخد القرض، حط لي بقى إيه 700 جنيه في الوالت بتاعتي اللي على التليفون عشان أبدأ أعمل لك الإجراءات وبعت لي صورة البطاقة. خد ال 700 جنيه يفص ملح وداب. صحيح. إيه؟ هي فكرة إن هو قيمة المبلغ اللي هو بيطلبه متدني جدا، ولكن بالنسبة له هو العدد الكبير اللي بيخش على التليفون علشان يتصل بيه، سواء كان هو في حاجة إلى هذه الأموال أو هو بيستغل فكرة ضعف الهوى أو النفس في إن هو عايز يحصل على أكبر ربح في أسرع وقت ممكن، فبيستغل النقطة دي فيه ويلم أكبر عدد ممكن من المتعاملين على مواقع التواصل الاجتماعي، وال700 جنيه دي بتعمل معاه ب 700 مليون ولا طبعا لأن أعداد كبيرة جدا. لكن المجرم ده أو اللي بيخش عشان يتكلم في النقطة دي تحديدا بيكون ذكي جدا، لأنه بيستهدف فئات معينة من خلال الأمور اللي هو بيفصح بيها عن نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، عمال على بطال هو بيحب ايه او بيكره ايه او محتاج ايه في الوقت دوت، فبيخش يستغل النقاط اللي هو بيفصح بيها عن نفسه ويخش له من ناحيتها. عايز عربيه يخش له في قصه عربيه، عايز شقه عشان يتجوز يخش له في قصه الشقه، عايز فلوس عشان يعمل مشروع يقول له تمويل لاعداد مشروعات صغيره او متناهيه الصغر، عايز عقارات او اراضي يخش له من السكه دي. فهو مش نمطي، مش المجرم مش بيخش على كل الناس بنفس الطريقه. لا، بيبدا يصطاد زي ما حضرتك قلت كده فيشنج لكل مجموعه على حده على حسب احتياجاتها اللي هي بتفصح بيها عن نفسها. فهو يعرف منين انت محتاج ايه، استخدامنا وسائل التواصل الاجتماعي بان احنا عمالين نقول احنا محتاجين ايه طول الوقت عليها، عمال على بطال.
ناس قاعده عماله بترغي وبتقول عن نفسها معلومات صحيح. وفي واحد قاعد مستني المعلومات دي يجمعها أكيد. ويبدا يشتغل عليها اكيد يجمعها ويحللها ويعالجها وبعد ما يعملها بروسيسنج ويبدا يشوف كل واحد على حده يعملهم مجموعات. المجموعه دي بالكامل كده محتاجه عربيات عشان المجموعه دي بالكامل محتاجه تعمل مشاريع. المجموعه دي بقى بالكامل طماعين ومحتاجين اي فلوس من الهوا عشان ينصبوا علينا فانا هبدا انصب عليه قبل ما هو يفكر في النصب على النصاب يعني هو كده كده عارف ان هو عايز ياخد الفلوس دي ويمشي مش هيردها له اصلا ولا باقساط ولا من غير اقساط فبيستغل فكره الطمع بتاعه ويروح مستدرجه. طب انا مواطن طيب امير الامراء محتاج فلوس عاوز اجوز ابني اجهز بنتي ببص على بكتب على جوجل مثلا ايه قروض صحيح راح مفتوح لي صفحه من صفحات الفيسبوك احنا بنقدم القرض باسهل حاجه. انا اعرف منين انه دي مؤسسه سليمه مكتمله الاركان القانونيه وتسمح ليها الدوله طبقا لقوانينها المعمول بها بانها تقرض او انه دول نصابين؟ تمام عندنا حاجه من الاثنين. اول حاجه لازم يكون انا عندي كمواطن بستخدم مواقع التواصل الاجتماعي اويرنس على اعلى مستوى عندي وعي انا فاهم انا بعمل ايه. ودي ابسط المواطنين لازم يكون عندهم الفكر ده. هل المؤسسه اللي دخلت دي اصلا هي مؤسسه كبيره موجوده في الدوله وفي شخص منتحل هذه الصفه وحاطط اللوجو بتاعهم وبيتكلم عنهم ولا هي مؤسسه تحت سلم اصلا غير معروفه ومجهوله الهويه وبيوهمني ان هو مؤسسه كبيره وانا ما سمعتش عنه قبل كده ولا في الاحلام حتى واتعامل معاه. فانا لازم اركز اول حاجه لو هو مؤسسه كبيره وحاطط لوجو بتاع مؤسسه كبيره ومعروفه ومؤسسه ممكن تكون تخضع للرقابه الحكوميه يبقى انا لازم ادخل على الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسه دي اتاكد من داخل الويب سايت بتاعهم ان هم فعلا بيوفروا هذا الامر او يخولوا ويفوضوا غيرهم من المؤسسات الاخرى في هذا الامر تحت رقابتهم وتحت اشرافهم. او الاسهل ان انا اخش على الموقع بتاع هيئه الرقابه الماليه اشوف اسمهم موجود ولا لا. ما لقيتش اسمهم موجود ابتعد تماما عن فكره التعامل مع هؤلاء المؤسسات. اما بقى فكره المؤسسات الثانيه الوهميه وغير المعروفه او المجهوله الهويه دي لا ده من اول الباب كده انا اقفل ابعد اجري طبعا طبعا. هو لو عايز يعمل حاجه زي كده هيعمل لي الاعلان على مواقع التواصل الاجتماعي اعلان ممول بكام جنيه يروح يدفعهم عشان يوصل لعدد 10,000 واحد هو مستهدف الفئه دي اصلا بالسهوله دي هيديني القرض لا مستحيل. طيب انا هستاذن هطلع لفاصل وعايز ارجع لحضرتك تاني يا دكتور على مساله بقى ايه اشهر واكثر الرسائل رواجا اللي طبعا. بتيجي عن طريق الواتساب احيانا بتيجي رسائل عاديه اس ام اس صحيح مثلا يقول لك انت كسبت معانا في امازون انا جات لي رساله كده صحيح في امازون اي كلام فارغ صحيح وحاجات على الواتساب حدث بياناتك والا الابلكيشن هيقف عندك هيتقفل صحيح وفي ايميلز بتاعه انا كنت رئيس بنك مش عارف في دوله ايه وبعدين حصلت ظروف وانا داخل المستشفى يعني في جو كده بتاع ايه يعني ماما تعبان صحيح. فخلوني هروح للفاصل وهنرجع نكمل الكلام مع دكتور محمد حمزة استنونا بعد إذنكم. طيب خليني أجدد الترحيب بدكتور محمد حمزة محاضرنا المتخصص في جرائم أمن المعلومات. رسائل على الواتساب رسائل عادية على التليفون إيميلات وما إلى ذلك غير إن إحنا دايما بنقول المواطن لو سمحت ما تجريش على الكلام ده إن كل الكلام ده نصب بس أنا عايز النصاب أو اللص أو الحرامي ده بتوع الجرائم الإلكترونية لازم يكون في بنية تشريعية تردعه تخوفه ترعشه عشان يفكر مليون مرة قبل ما يبدأ عملية النصب. صحيح طبعا إحنا في الفترة الأخيرة عندنا عدة قوانين حزمة تشريعات قوية جدا في مواجهة الجرائم التي ترتكب خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الموجودة على الإنترنت. عندنا قانون اسمه قانون 175 لسنة 2018 ده قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ده نزل في 2018 اللائحة التنفيذية بتاعته نزلت في 2020 في عدة مواد كتير أتمنى وأنصح جميع المواطنين إن هم يقروه مش بس رجال القانون هم اللي يقروه أو يختصوا بيه لأن هو بيعرفنا إيه مسؤولياتنا وواجباتنا والتزاماتنا تجاه التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها عمال على بطال وطول الوقت. حلو. في هذا القانون في ماده اسمها الماده رقم 23 بتتكلم عن الاعتداء والاحتيال على البطاقات البنكيه والخدميه. اوكي. الاحتيال والاعتداء
احتيال يعني ايه؟ يعني ان انا اجي اضحك عليك عشان اخد البيانات بتاعت الكارت بتاعك. دي اللي كانت بتحصل السنه اللي فاتت. الله ينور عليك. ودي ليها عقوبه لوحدها. دي هيتعاقب لوحدها. طب نفترض ان هو كان عنده قصد جنائي في ان هو يستولى على هذه الاموال، هيتعاقب بعقوبه اشد. طب نفترض ان هو خد الاموال دي بالفعل، هيتعاقب عقوبه اشد، سواء كان بالحبس او بالايه؟ بالغرامه. طيب في هذه الماده في ماده تانية بتكملها، الناس اللي حضرتك قلت عليهم ان هم بينتحلوا الصفه وبيخشوا يعملوا فيك اكاونتس على مواقع التواصل الاجتماعي. في ماده تانية، الماده التي تليها اللي هي الماده 24، بتتكلم عن اصطناع المواقع الالكترونيه والحسابات المزيفه والايميلات اللي هي البريد الالكتروني على الانترنت للتعامل مع الناس وايهام الناس بان هم اشخاص اعتباريين او اشخاص طبيعيين. ممكن يجي لك ايميل من بنك كذا. الله ينور. انت شايف الايميل ادرس من بنك كذا. صحيح. ومش هو البنك. مش هو. فاصطناع هذه المواقع او اصطناع هذه البريد الالكتروني والحسابات الخاصه يعاقب عليها القانون لمجرد بس ان هو عمل فيك اكاونت. وانا بقول للشباب اللي هم بيعملوا اي فيك اكاونت حتى عشان يهزر بيه، لا، القانون انت داخل جوه القانون. لمجرد ان انت بس عملت فيك اكاونت كده فانت هتتحبس وهتدفع غرامه. طب لو عملت فيك اكاونت واسات بقى لي بالامور اللي انت بتعملها سواء كانت امور نصب او خلافه، هتتعاقب عقوبه اكبر. طب نفترض ان انت جيت عملت فيك اكاونت لمؤسسة تابعة للدولة، مؤسسة حكومية، لا دي مش هتبقى حبس، دي هتبقى سجن وغرامة بتزيد عن 300,000 جنيه. فالمشرع المصري هنا مقسم لك، والله لو انت نصاب صغير فانا هجيبك في عقوبة قليلة، نصاب كبير فانا هعرف اجيبك في عقوبة اكبر. فالقانون دلوقتي بيحجم. ده قانون رقم واحد. قانون رقم اتنين عندنا قانون اسمه 151 لسنة 2020. قانون 151 بيتكلم عن حماية البيانات الشخصية، وقد أفرد المشرع في هذا القانون مادة خاصة بالبيانات الشخصية الحساسة. ما هي البيانات الشخصية الحساسة؟ عدة بيانات من ضمنها البيانات المالية. يعني أي حاجة تخص كارت الائتمان بتاعك أو المحفظات الإلكترونية اللي على موبايلك أو أي شيء يخص التعامل في وسائل الدفع غير النقدي، وأنا جيت عشان تفصح عن هذه البيانات والمعلومات، تتحبس حتى لو كان اللي عمل كده شخص مخول للقيام بهذه الأمور وله الحق في ذلك، ولكن تجاوز حدود سلطته في أنه هو ينصب عليك، والعقوبة فيها تصل ل5,000,000 جنيه مع الحبس والسجن. غير قانون العقوبات المصري طبعا في مادة النصب، مادة 336 كان بيتكلم عن النصب بكل الطرق، سواء كانت طرق تقليدية أو الطرق عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، في أنه هو يوهم الناس ويستغل حاجتهم للأموال أو يوهمهم بمشاريع وأنه هو يستثمر أو يخش معايا في مشروع أو المستريحين. المستريحين الإلكترونيين بقى الجداد دولت مستريح الكتروني. طبعا ما كل دولت مستريحين الكترونيين. احنا خلصنا المستريحين العاديين خلاص، اللي هو ما خلاص بقى بتاع انا عندي مزرعه مواشي تعالى بس حط بتاع الاثار وبتاع الكلام ده كله، وابن عمك عايز حته الارض دي ادمت خلاص. خلاص بقى احنا دلوقتي هنخش في حدث بياناتك واديني بياناتك. اي حد يحصل على اي بيانات بدون موافقتك، موافقه صريحه ضمنا لهذه القوانين ووفقا لها والضوابط اللي المشرع قال عليها، حبس وسجن وغرامات تتخطى الاموال اللي طب إيه احدث انواع النصب اللي حاصله دلوقتي؟ احنا عندنا في مصر بيفننوا، هم عبقره بصراحه، يعني بيفننوا في المطلق، مع ان النصب الالكتروني مش بس مقتصر على مصر. انا عايز اقول لك سنه 21 من سنتين بالظبط في الولايات المتحده الامريكيه عمليات النصب الالكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وصلت للمواطنين اللي في الدوله اكتر من 95,000 مواطن. خساره 770 مليون دولار في السنة دي بس. عارف لو جيت قارنتها بسنة 2017 هتلاقي 18 ضعف الخسائر. انت متخيل مدى تطور التكنولوجيا الحلوة مع مدى تطور الجريمة اللي بتحصل عليها؟ طيب هم هناك كانوا بيعملوا ايه؟ بيستثمر مشروع تخش معايا فيه تكسب من وراه فلوس، يقول لك ان احنا عايزين نعمل تسويق الكتروني والكلام ده كله. في مصر بقى تيجي تلاقي صفحات السحر والشعوذة والدجل، والله انا هفك لك السحر، انا هشفيك بالسحر وانت تحول لي مبالغ مش عارف ايه، العملات الافتراضيه المشفره زي البيتكوين وخلافه، ان انا اديك اموال عملات اجنبيه بعائد اكبر، او ان انا هديك فلوس اكتر من اللي هيديها لك البنك، هعمل لك مشروع، حاجات كتيره جدا. امبارح على تيك توك شفت واحد بيبيع خاتم سليمان والله العظيم انا ما بهزر، امبارح واحد عارض والله العظيم الراجل عارض خاتم سليمان، جايب خاتم نحاس قذر كده يقول لك ايه خاتم سليمان اهو اللي هيحط 5 مليون على الترابيزه. 5 مليون اللي هو انا معايا خاتم سليمان، يبقى انت معاك خاتم سليمان 5 مليون ايه؟ انت تافه
ايه الرقم التافه ده؟ معاك خاتم سليمان ده تعمل كل حاجه والله العظيم. وناس بقى تخش له ما يتهزوش ما ينفعش اربعه سليمان تهز ايه؟ وعايز اقول لك يا عم ده لو خاتم سليمان روح اديله الخمسه مليون واخلص. صحيح صحيح طيب صحيح. لان الموضوع بقيه الجرائم الحديثه اللي موجوده عندنا طبعا فكره توفير القروض ان انا هوفر لك قرض زي ما الشاب المحترم اللذيذ اللي كان بيتكلم في تقرير وقال لك هو انا لو معايا فلوس كنت انا هحتاج لقرض عشان اديك فلوس عشان تديني مكانها فلوس. يعني صحيح يعني الامور غريبه. انا هديك قرض ب 100 الف جنيه مثلا عشان انت تردهم لي 110 120 الف جنيه، تيجي تقول لي هات 700 جنيه. يعني انا مش فاهم. يعني فكره ان انا لازم من البدايه اكون عندي وعي، الوعي التكنولوجي والأمية الرقمية لازم تمحو عندنا. فكرة الاستخدام بدون الاستخدام العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والكلام ده كله لازم تتغير، لازم يكون في وعي قبل البنية التشريعية وقبل البنية المعلوماتية وقبل حماية أمن المعلومات. المواطن لازم يكون عارف هو قاعد هنا بيعمل إيه. أنا بيقلقني ساعات إنه نلاقي قانون يعني مثلا واحد يعمل صفحة ولا يعمل فيديو زي بتاع خاتم سليمان ومش عارف وحاجات زي كده، هو ده هعرف عاقبه؟ هو ممكن ما يكونش خد مليم من بني ادم صحيح، بس بناء على اللي عمله ده يوم ما هعاقبه هعاقبه بايه؟ بجريمه غش تجاري انه اضفى صفه غير حقيقتها على شيء ما، خاتم قذر جدا وقال انه ده خاتم سليمان، يوم ما هعاقبه هقول ده راجل بيكذب عشان عاوز يقول انه ده خاتم سليمان وده مش خاتم سليمان بس خلاص. وفقا للقانون لمجرد عرضه الى شيء غير منسوب لحقيقته وان هو عايز يتحصل منه اموال تعد في حد ذاتها عقوبه، لا هو استهتار ولا هو استهزاء. عقوبه رادعه طبعا لازم لازم يتعاقب، لان ده لو ما تعاقبش هتلاقي واحد تاني يوم بيقول لك انا هبيع الهرم الاكبر. واحد بقى ده في بقى مثلا بياعين الزئبق الاحمر دول على قفا من يشيل. صحيح صحيح. وفكره المنتشر بقى بكثره في الوقت ده فكره ان انا اقول لك ايه، انت زي الرمال البيضاء والتطبيقات الجديده اللي انت تحط لي دلوقتي، انت هتديني نسبه معينه من فلوس سنويه، هتديني مثلا 1000 جنيه 2000 لغايه 6000 جنيه انت بتدفع مقابل ان انت هتعمل اللي انا هقول لك عليه من مهام داخل هذا التطبيق. يعني هديك فيديوهات تعمل لي عليها فيو، تعمل لي عليها لايك، تعمل لي عليها كومنت، ولو عملت ال 50 مهمه اللي انا هديهم لك في اليوم فانت هتتقاضى شهريا 8000 جنيه. يعني انا هدفع لك 6000 جنيه في السنه عشان كل شهر تديني 8000 جنيه؟ ده معقول؟ طبعا في ناس كتير راحت ودفعت وفي الاخر جم يفتحوا البيج مش موجوده، البيج خلاص مش موجوده البيج. ومن اصعب الحاجات اللي بتواجه الجرائم الالكترونيه او جرائم امن المعلومات في مصر ان هذه الجرائم جرائم عابره للحدود، يكاد يكون الجاني في دوله والمجني عليه في دوله تانية. لذلك الحذر ثم الحذر ثم الحذر من التعامل مع اي شخص مجهول الهويه على السوشيال ميديا. طيب لو انا النهارده يعني انا كنت يمكن بتفرج، كنت بحكي لك من كام يوم على مساله السايبر سيكيورتي وما الى ذلك، فكنت بتفرج على قناه من قنواتنا يعني وكان فيها برنامج لطيف جدا وكانوا مستضيفين احد العقول المصريه اللي بيشتغل في هولندا مسؤول عن الفريق الكامل بتاع امن معلومات هذا البنك. وقال جمله مهمه جدا وخطيره جدا، قال مساله اختراق البنوك اصبحت كتيره جدا واسهل بكتير من زمان، وفي بنوك اوروبيه كبيره تم اختراقها والاستيلاء على اجزاء من اموالها. انا اخاف ولا ما اخافش؟ طيب احنا عندنا هنا في شق مهم جدا عايز اقول لحضرتك، احنا عندنا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزاره في رئاسه مجلس الوزراء بينزل تقرير حلو قوي اسمه تقرير الامن السيبراني، بينزله كل سنتين. اخر تقرير كان نازل منه لو انت قريت التقرير ده هتلاقي ان اكبر شركات التكنولوجيا في العالم بما فيهم الشركات التي تؤمن المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تم اختراقها. فده ان دل على شيء يدل على ان كل ما هو رقمي هو غير امن. كل ما هو رقمي هو غير امن، لازم اتعامل معها بشكل يعني يفوق ذكاء الحرامي او النصاب او المتعامل معايا ضد الناحيه الثانيه. بالنسبه للعقول المصريه اللي حضرتك بتقول عليها، احنا عندنا عقول جباره. دكتور حاتم زغلول هو من ساها ما في اختراع واي فاي. الواي فاي في العالم كله طبعاً بيستفيد بيه. دكتور زي اللي حضرتك بتقول عليه رئيس تيم أو, او او كبير الفريق اللي بيامن الامن المعلوماتي في البنوك اللي موجوده في جهات يعني يغلب عليها الطبع التكنولوجي طول الوقت واحنا بنستورد منهم التكنولوجيا. فاحنا عندنا عقول جباره، يجب ان نستغل هذه العقول من بدايه من الاطفال والشباب
دلوقتي عشان لما يكبروا نعرف نستفيد منهم في اولا حمايه امن المعلومات عندنا، ثانيا في التطور التكنولوجي اللي احنا شئنا ام ابينا دخلنا جوه المربع ده مش هنخرج منه. طيب من ضمن الحاجات اللي انا شفتها في الحلقه انه كان يعني كان بيقدمها زميلنا وصديقنا عزيز احمد فاي، انه المهندس او العقل المصري اللي موجود في هولندا قال انه ترتيب المصريين على مستوى العالم في هذه الامور تقريبا رقم 2، وانه العالم بيعمل لنا وزن او مدلنا حقيقي حجم كبير ومهم ومعمول لنا 1000 حساب كعقول مصريه. هنا ده بيخليني بقى اسال، ده معناه ان احنا ممكن نوجه ولادنا للنوع ده من الدراسة؟ صحيح. نقول لهم اشتغلوا على نفسكم في ده وابدأوا ادرسوا الكلام ده، لأنه العالم أصبح في أمس الاحتياج للنوع ده من الدراسات. صحيح، لأن الدراسات ما بقتش مقتصرة بس على الجرائم، الدراسات دلوقتي في ظل التحول الرقمي وتحولات الدولة والحكومة الإلكترونية أصبح كل شيء دلوقتي رقمي. الفلوس اللي أنت بتدفعها دلوقتي بتدفعها إزاي؟ على المحفظه الالكترونيه وتستقبل في المحفظه الالكترونيه. الاوراق الرسميه اللي انت بتقدمها ازاي؟ الفواتير اللي انت بتدفعها للخدمات الحكوميه بتدفعها منين؟ التعليم دلوقتي اصبح التعليم عامل ازاي؟ اونلاين. فكل شيء اصبح رقمي. فلو احنا مش هنتعامل مع التكنولوجيا دي بحسم، وانا قاصد ان انا اقول حسم في ان هي مش هزار ولعب وببجي وواحد يخش يعاكس واحد على الانترنت، واحد يعمل فيك اكونت عشان يخش يشتم مش عارف مين على والابتزاز الالكتروني وكل الامور دي امور، يعني انا حاسس ان احنا لو ما طلعناش للعقول دي واستغلناها هننقرض. يعني بعد 20 سنه الاطفال اللي عمالين يعملوا ببجي والعاب طول الوقت ما بيعملوش حاجه غيرها وما بيتعلموش، والشباب اللي بيعملوا تيك توك وعمالين يترقصوا قدام البتاع عشان تريندنج او عشان حاجه زي كده، تعالى بعد 10-15 سنة كده شوف بقى مين اللي هيبقى بيقود الدولة دي حسب توجهات بقى سيادة الرئيس اللي عمال يقول لك ذكاء اصطناعي، عمال يقول لك تحول رقمي، عمال يقول لك بلوك تشين، عمال يقول لك أمن سيبراني، عمال يقول لك أمن معلوماتي، وبيوجه وزارة الاتصالات بتعمل لك مبادرات سواء كانت دورات مجانية وبتاخد عليها شهادة، أنت عايز إيه أكتر من كده؟ يعني كل الكلام ده الدولة عمالة تساعدك في إن أنت تروح لده، أنت إيه اللي حبسك في السكرولينج على الفيسبوك عشان تتفرج على حاجات ناس تانية؟ يعني انتج، مش هنفضل مستهلكين طول عمرنا. صح الله ينور. عايز اشكرك جدا جدا حبيبي جدا جدا حبيبي. وسعيد جدا ان احنا اتقابلنا النهارده وان شاء الله تبقى الجايات كتير. أكيد يا رب. أكيد في الخير، مش هيبقى في مشكله ولا حاجه بس عشان نتكلم اكتر ونفهم اكتر. كل الشكر لضيفنا العزيز الدكتور محمد حمزه المحاضر المتخصص في جرائم امن المعلومات والامن السيبراني والتحول الرقمي. خلصت الحلقه لحد كده، ثواني اكون موجود معاكم. رجائي رمزي، رجائي داخل فين؟ هناك اهو داخل علينا. وانا بقى لو كلنا العمر باذن الله هنقابلكم يوم السبت وبرنامجكم التاسعه. سلامات.